السلام عليكم، نكمل محاضرة الـ Steady State Heat Transfer. شوفوا عندنا هنا العنوان Transient Heat Conduction in Solid with Finite Conduction and Convection Resistance. يعني هي Steady State، لكن شنو الباوندري كونديشن؟ اكو Conduction محدد واكو مقاومة الكونفكشن. هنا من كاتبين بين قوسين هاي يوز ادايمنشنلس جروب. هنا تشوفون المعادله العامه اللي قبل شويه كتبتها ك التمبرتشر فانكشن اوف اكس وواي وزد وتي، هي مثل هاي المعادله. هسه هاي المعادله هي التمبرتشر تمثل فانكشن هذه. هاي ممكن اذا اخذناها باتجاه واحد راح تكون هاي الاكس والتايم فقط. فمثلا هذا الشكل الامامنا متماثل، يعني من جهة السنتر هو اكس يكون صفر، ومنها طوله ال ومنها طوله ال، فراح يصير كأنه طول الكل 2L. اكو كونفكشن على الجوانب، اكو كونفكشن على الجوانب وانتقال للكوندكشن بداخل هذا الجسم. فنجي هنا عندنا الباوندر كونديشن، لما تي اكول صفر تي اكول تي اي، يعني تي انيشال. لما التايم اكول صفر عندنا تي اكول تي انيشال، ولما اكس اكول صفر يعني بالسنتر عندنا دي تي باي دي اكس اكول صفر اللي هي كماكسيموم كانه. وعندنا على الجوانب لما اكس اكول ال واكس اكول ماينس ال عندنا كوندكشن اكول كونفكشن. طبعا هذه الباوندر كونديشن اذا نطبقها على هاي وهاي المعادله 3 دايمنشن وتايم، هاي صعب حلها. فانحلت ورا رياضيات كثيره، انحلت ك جرافيكال. مثل احنا قبل شويه قلنا عندنا عده طرق لحل معادلات الستيدي ستيت، مشاكل البروبلمز مال الستيدي ستيت. فمن ضمنها هاي حليناها باستخدام الدايمنشنلس جروب. شوفون الديستريبيوشن اللي لقيناها فانكشن اوف اكس اوفر ال بايوت نمبر فوريان نمبر اللي هي هاي. هسه شوفوها امامكم هنا، هاي وين تمثلت؟ تمثلت برسومات انجزت سميها هيزارد شارت، سميناها هيزارد شارت. هاي اللي احنا ماخذين هنا مثال عليها. فشوفون اذا تروحون للكتاب تلقون هنا مثلا ديستريبيوشن تي ماينس تي انفينيتال، هنا مثلا موجود فوريان نمبر، هنا مثلا خطوط موجودة الواحد على بايوت، او اكو اشكال اخرى، هنا موجود الديستريبيوشن، هنا موجود واحد على بايوت، هنا موجود اكس اوفر ال. فمثلا اذا عندي فوريان وعندي بايوت اقدر اطلع الديستريبيوشن، عندي ديستريبيوشن وعندي اكس ال اقدر احسب البايوت، او عندي بايوت وعندي اكس ال اوفر نطلع هاي. فمثلا مرات يطلب المسافة، عند المسافة اكس قد التمبرتشر، او التمبرتشر عندي اوجد المسافة اكس، اوجد بايوت، اوجد فورير. فمن خلال هاي المعادلة، نفس المعادلة هاي الثري دايمنشن واختصرناها لا تو دايمنشن التايم والاكس، يعني وان دايمنشن الاكس ويا التايم. هاي المعادلة ممكن نحلها بلابلاس، نحلها بلابلاس. وهاي مال لابلاس ايضا مر عليكم حل المعادله هاي باللابلاس، بالماس ايضا مر عليكم وبدروس كثيره، لان هاي هي سكند اوردر ديفرنشال كويجن. سكند اوردر ديفرنشال كويجن حليناها بواسطه لابلاس. فهنا احنا نشرح الطريقه اللي هي حلها بلابلاس ونوصل. هذا الاشتقاق هو ما مطلوب يعني، بس لازم تفتهموه. وجدنا اخر شيء عندنا هنا الباوندري كونديشن، احنا حصلنا ان هذا هي ثيتا تساوي اي اي اس جذر بي اوفر الفا، بي في اي اس ماينس جذر بي اوفر اف اكس، هذا هو. والثيتا بار هاي اللابلاس. فلازم شو اسوي هسه؟ ودي ثيتا باي دي اكس هاي عندي. هسه شو اريد اوجد؟ لازم اوجد الاي والبي، لازم اوجد الثوابت. فلازم عندي باوندري كونديشن. اول باوندري كونديشن التي ايكوال صفر، التي ايكوال تي انفينيتي، تي اكول تي انفينيتي، فثيتا اكول صفر، لان ثيتا شو تساوي؟ تي ماينس تي انفينيتي، فاذا ماينس تي انفينيتي، فاذا هنا ثيتا اكول صفر. عند اكس اكول صفر اللي هو هنا، التي اكول شنو؟ تي 1، هاي تي 1، فاذا ثيتا 1 عندي.
وعند x equal l معزول معزول فdt dt by dx equal 0 d theta by dx equal 0. فإذا نطبق هاي ونوجد a و b, نطبق هاي الباوندري كونديشن ونوجد a و b ونحلها, راح نحصل هاي المعادلة اللي هي الرئيسية واللي هي هاي المعادلة ما نحفظها. لكن عندنا حالة خاصة, هاي طبعا توضيح لللابلاس فانكشن, عفوا اللابلاس ترانسفورمر فور ايرور فانكشن, للايرور فانكشن هاي يعني هاي رياضيات, هاي توضيح رياضيات مو هي, هاي رياضيات. هنا عندنا الحالة اللي هي سيمي انفينيت سوليد, هاي المطلوبة من عندنا السيمي انفينيت سوليد. شنو اللي هنا عندك؟ عندك اكو كيو ساو ماينس كي مؤشرة, وهنا تي 1, وهنا من اكس يكون صفر وتروح للانفينيتي, يعني اكس يكون صفر وتستمر الى الانفينيتي, لان هاي منا محدد منا ومنا غير محدد, فهذا اسمه سيمي انفينيت سوليد. فاذا ناخذ نفس المعادلة اللي هي هاي زين ونحلها بواسطة لابلاس ونطبق الباوندري كونديشن هاي x equal x t equal t i يعني t equal 0 وهاي t equal t a وهنا x equal t, نرجع للانيشال يعني بالبداية هنا الانيشال وبعدين هنا الانيشال, بس لما x equal 0 t equal t a t equal t a يعني هذا التغيير الصار, التغيير الصار. فإذا راح نحصل هاي المعادلة اللي هي هاي الايرور فانكشن, نحصل هذا الديستريبيوشن ايرور فانكشن واللي هنا هو معرفي, وهنا اشتقينا اشتقاق الايرور فانكشن وجدنا الانستنتينيوس اللحظي, هذا القانون مالته نحفظه, وهنا وصلنا عند السيرفس يعني اكس يكول صفر تي كيو سيرفس عند اكس يكول صفر, وهنا وجدنا الكيو توتال وهنا وجدنا الكيو توتال. لأن القوانين الثلاثة مهمة نحفظها. شكرا جزيلا.